بالنسبه لهذه المقابلات هذو اللي تيكونوا مهمين وتيكونوا حاسمين بالاخص بانه ربع النهايه ما بقى والو خطوه نصف النهايه وخطوه النهايه، فالاخطاء مقبوله في المقابله، فالاخطاء ديال الحكم مقبوله فان الحكم بشر وداخل في اللعبه، غير هي تتكون جد مؤثره لكان احتساب اهداف او احتساب ركله جزاء او عدم احتساب الهدف. بالنسبه ليا نقدر نكون خطا، فالحكم كان عنده تدبير خاطئ للقاء، تدبير سيء للعقوبات الانضباطيه، وقرارات كانت مؤثره عن جهه المقابله، وفي هذا النيفو اللي كان تاثير عن جهه المقابله فالحكم تتهبط النقطه ديالو تحت من 7.5، ويجب ان يرتب اوراقه، لانه لشنا المقابلات اللي دازوا لا في شامبيونز ليغ لا هذا، شنا الاداء ديال تيسيما في المقابله ديال الوداد وكيفاش داز اينا بيرسي وعطانا الدرس. الحكم سميتو قاسما لعب المقابله الاهلي وساندوز، رغم القيل والقال والضغط اللي كان عليه، لان اللي نعرفوا بان الاخوه المصريين يشكلون ضغط في المقابلات ديالهم، لان حتى قاسما ما لعبش مرتاح وجبد عده بطائق صفراء الفريق الاهلي. سيكازوي كيفاش هو كان الاداء ديالو جيد، الحكم جعفري كيفاش كان تميز في المقابلة ديال الترجي التونسي مع قسطنطينة وكيفاش كان متألق في المقابلة، رضوان جيد الأسبوع الماضي في مقابلة ديال الفريق التونسي وكيفاش هو كان متميز. إذن لشنا كاين الحكم الجنوب إفريقي غوميز، كاين إذن حتى الكاف خاصها توسع القاعدة، ودابا راه تنشوفهم تيوجدوا الحكم ماغيتا انداي وتيوجدوا غوميز وتيوجدوا عده حكام باش يعاونوا جهاد غريشا ويعاونوا هاد الحكام المتميزين، ونتمنوا ان شاء الله توفيق الحكام المغاربه في الاستحقاقات الافريقيه.